السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء، طلاب الصف الخامس في مدارس سبط الله. بدأنا في الوحدة الثامنة وهي وحدة الهندسة. أخذنا المضلعات الدرس الأول، الفكرة الأولى حتى نعرف المضلع. عرفنا المضلع، كتبنا إيش الشروط الواجب توفرها في الرسمة حتى نطلق عليه اسم مضلع. إذا بتتذكروا أن يكون ثنائي الأبعاد، أن يكون مغلقا، أن يتكون على الأقل من 3 قطع مستقيمة، والشرط اللي بعده وتلتقي في نقطة، هاي النقطة بنسميها رأس أو زاوية، وبكون فيها عدد الأضلاع يساوي عدد الزوايا. الفكرة الثانية في درسنا اليوم يا خامس هو المضلعات المنتظمة. المضلعات المنتظمة بدنا نحكي عن نوع خاص من المضلعات يا خامس. هلأ إحنا أخذنا بشكل عام الأشكال إما تتكون من مضلع أو غير مضلع، وحكينا الغير مضلع بيكون مفتوح، بيكون منحني، بيكون قطع غير مستقيمة، وفي عنا عدة أسباب. وأخذنا الأشكال اللي بتكون مضلعة وحكينا شو شروطها. هلأ الأشكال المضلعة هذه بدنا ناخذ لها نوعين يا خامس. بدنا ناخذ مضلع، نكتب مضلع منتظم، منتظم، وفي عنا يا خامس مضلع غير منتظم. اليوم درسنا عليهم. المضلع الغير منتظم هو المضلع العادي اللي بتتوفر فيه شروط المضلع، أن يكون مغلق، أن يكون يتكون من قطع مستقيمة، ثنائي الأبعاد، له زوايا، له رؤوس، هذا بنسميه مضلع، وفي نفس الوقت بنحكي غير منتظم. اليوم درسنا على المضلع المنتظم. ما هي شروط المضلع المنتظم؟ شروط يا خامس المضلع المنتظم له عندنا شرطين. حتى احكي انه هذا الشكل مضلع منتظم لازم يتوفر فيه 5 شرطين. الشرط الاول جميع اضلاعه لازم تكون ايش؟ متساوية، نفس طول الضلع. والشرط الثاني يا خامس كمان جميع زواياه، جميع زواياه متساوية. هدول الشرطين إذا توفروا يا خامس في الرسمة بحكي إنه هذا الشكل مضلع منتظم. إذا ما توفروا بحكي إنه مضلع لحاله. ناخذ يا خامس مثال. مثال لو أنا هلأ رسمت شكل رباعي، رباعي له 4 أضلاع، تمام؟ هذا عبارة عن مربع أضلاعه متساوية، كتبت عليها هذا الخط، معناته هاي الإشارة إنه الأضلاع متساوية، زوايا قائمة قياسها 90، جميع زوايا المربع قائمة تساوي 90. شو بنحكي هلأ؟ إذن هذا شكل رباعي هو عبارة عن مربع أضلاعه متساوية، إذن حقق الشرط الأول. الشرط الثاني زواياه قوائم. شو يعني قوائم؟ يعني قياسها 90 درجة متساوية، قياسها 90 درجة متساوية. إذا حقق الشرط الأول والثاني، شو بنحكي عنه؟ شكل يا خامس مضلع رباعي، إذا بدنا نكتب أو غير رباعي، منتظم. ليش منتظم؟ لأنه حقق الشرطين، الشرط الأول إنه أضلاعه متساوية، والشرط الثاني إنه زواياه متساوية. هلأ عندنا يا خامس مثال الثاني، رسمنا هذا الشكل. أول إشي نعد عدد أضلاعه، 1 2 3 4 هو خماسي. جيت أنا حكيت لك إنه طول الضلع هذا 5 سنتيمتر، وهذا 5 سنتيمتر، ما حطيت لك إشارة زي المثال الماضي، إشارة بتدل على إنه متساوي. 5 سنتيمتر، 5 سنتيمتر، 5 سنتيمتر. إذا حقق الشرط 1 اللي هو إيش هو؟ إنه جميع أضلاعه متساوي. إذا الشرط الأول جميع الأضلاع متساوية. نشوف الشرط الثاني، حط لي إشارة هون على الزوايا إنه هدول الزوايا خامس مش متساوية، هون حط لي هاي إشارة،
هون هذه الإشارة وهذه الإشارة. لاحظ هذول الإشارتين إنهم زي بعض، هذول الإشارتين زي بعض، هذه إشارتها مختلفة. إذا إيش ما الزوايا؟ الشرط الثاني زواياه إيش يا خامس؟ غير متساوية. حقق شرط واحد ما حقق الشرط الثاني، هل نطلق عليه إنه مضلع منتظم؟ لا. إذا مضلع فقط، اسمه مضلع وليس منتظم، هو فقط بس مضلع. منتظم ما انطبق عليه شرط الانتظام، الانتظام لازم يكون جميع زواياه متساوية وجميع أضلاعه متساوية. هو حقق شرط واحد، أضلاعه كلها متساوية بس زواياه ليست متساوية، إذا هو فقط مضلع، إذا هو مضلع فقط. بس بنحكي له كلمة مضلع لأنه مغلق، لأنه يتكون من قطع مستقيمة في زوايا في رؤوس. أما بالنسبة إنه ليس منتظما، مضلعا ليس منتظما. في عنا هلأ يا خامس كمان مثال، رسمت الشكل هذا، هو عبارة عن مستطيل. في المستطيل كل ضلعين متقابلين متساويين، هذا الضلع يساوي هذا الضلع، وبالعرض هذا الضلع يساوي هذا الضلع، تمام؟ بالنسبة لزوايا الشكل المستطيل هي عبارة عن زوايا قوائم كلياتها قائمة يعني 90 درجة. يلا نشوف هل هو منتظم أو غير منتظم. نشوف الشرط الأول رقم 1 أضلاعه غير متساوية، هدول التنين الأكبر الطول متساوي العرض أقل، إذا أضلاعه يا خامس غير متساوية، تمام؟ إذا راح شرط. الشرط الثاني يا أبنائي إنه زواياه متساوية وتساوي قائمة تساوي 90 درجة، تمام؟ إذا في شرط تحقق والشرط الثاني ما تحقق، إذا ماذا نطلق على هذا الشكل؟ مضلع فقط، بس مضلع وغير منتظم. ليش غير منتظم يا مس؟ لأنه لم يحقق الشروط كلياتها، حقق شرط الزوايا ولم يحقق شرط إيش؟ الأضلاع، تمام يا خامس؟ إذا هذا هو فقط مضلع ولكنه غير منتظم. إذا هيك يا خامس بيكون أكملنا الفكرة الثانية من درس المضلعات، وتعرفنا على المضلع المنتظم وميزناه عن المضلعات الغير منتظمة. وإلى اللقاء في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى.